من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء التركي أحمد داوودوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء مشاورات بعدما خسر الحزب الحاكم غالبيته البرلمانية، ما يدفعه للسعي لشراكة ائتلافية مع أحزاب أصغر. ومن غير الواضح إذا ما كان داوودوغلو سيقدم استقالته تماشيا مع العرف السياسي خلال لقاء اليوم، وسيطلب أردوغان من داوودوغلو البقاء في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة.